أجل تلقي الإسعافات الأولية. بن عمارة عبد الحفيظ سلامات إن شاء الله. وهذا الحضور الجماهيري هنا بملعب 5 جويلية، مثل ما ذكرت حوالي 15,000 أنصار اتحاد الجزائر بالمنعرج الشمالي للملعب. تلعب الكرة ثنائية من هناك، التوزيعة موجودة. الله، الهدف الأول، الهدف الأول لاتحاد الجزائر. بن زازا إبراهيم، البديلان بن زازا وبالقاسمي يحتفلان، هدف أول لاتحاد الجزائر في حدود الدقيقة 62 من عفوة دفاعية، تسديدة قوية أولى من كارون عبد الله اللاعب المالي ارتدت من العارضة أو من القائم الأيمن لحارس المرمى حمادي، وعادت لبن زازا إبراهيم الذي لم يتردد ولم يتوانى في إسكانها في الشباك للمرة الأولى في المباراة في حدود الدقيقة 62. آلة اتحاد الجزائر الهجومية بدأت تشتغل الآن. عليلة آدم يتمكن من المراوغة، ينتظر طلب الكرة بشكل ممتاز من هناك من سعد رضواني، يراوغ سعد رضواني، التوزيعة موجودة هنا ولكن المتابعة تبقى الخطورة. الهدف الثاني، الهدف الثاني للاتحاد، ثاني الأهداف من حسين ديري لاتحاد الجزائر في حدود الدقيقة 78. حسين ديري في المتابعة بعد لعبة ثلاثية جميلة، التوزيعة كانت من رضواني سعدي والمتابعة كانت من عبد الفتاح بالقاسمي، واللمسة الأخيرة من حسين ديري وضعها في الشباك للمرة الثانية. 2-0 لاتحاد الجزائر في شباك مولودية وهران. الاتحاد يتقدم من كسب النقاط الثلاث، والمولودية الوهرانية تتعقد أمورها شيئا فشيئا وتصعب مهام